مشكور ان انا ابن الكابتن خالد جود الله، مصدر شرف ليا طبعا، وبتشرف بيه قدام يعني كل الناس. وهو بالنسبه لي يعني هو والدتي وعيلتي بالنسبه لي اغلى حاجه في حياتي، وطبعا زي ما قلت بتشرف بيه، وعلمني حاجات كتير قوي في حياتي، ودايما كل يوم بتعلم منه حاجه جديده. ونفسي طبعا يعني ابقى يعني اعمل حاجه ابقى زيه يعني كده ان شاء الله. طبعا هو علمني قبل انا دلوقتي كنت بلعب كوره، لعبت كوره فتره، ودلوقتي في يعني ابتديت كده شويه في التدريب. فهو علمني طبعا الاخلاق في الكوره قبل الرياضه عامه، الاخلاق قبل اي حاجه. بطولات الكابتن خالد ايه مع الاهلي؟ والله انا تقريبا الدوري العام 6 أو 7 بطولات، كاس مصر 5 بطولات، كاس افريقيا ابطال دوري مرتين، ابطال كؤوس 3 مرات، بس كده يعني. البطوله اللي بتعتز بيها والله كلهم يا كابتن اسامه، كلهم كل البطولات دي الواحد بيعتز بيها جدا، ولان هي اللي بتبقى في التاريخ يعني. لما الواحد بيقعد كده يقول النادي الاهلي مثلا خد كاس مصر سنه 84، انا كنت بلعب 83، شاركت مع طبعا مع الجيل الهائل. وخلي بالك كابتن اسامه انا لعبت مع 4 اجيال، يعني لعبت مع الجيل اللي هو قلنا عليه اللي هو من احسن الاجيال اللي جت على مدار تاريخ النادي الاهلي، جيل طبعا كابتن مصطفى عبده وكابتن محمود الخطيب طبعا، كابتن بقى مصطفى يونس وطاهر الشيخ ومحسن صالح، الجيل اللي عمله انا لعبت مع الجيل ده. بعد كده في اجيال طلعت بقى بعد كده، علاء ميهوب، طاهر ابو زيد، حسام البدري، يعني بعد كده اسامه عرابي وحمد ابو راضي، سمير فوزي، حسام حسن، محمد السيد، بدر رجب، دي كلها اجيال مختلفه في الاعمار، ولكن لعبت انا مع الاجيال دي كلها. لما بتسترجع ذكريات الماضي كده وبتقعد تستعيد ذكريات الاهداف، الهدف الاحلى كابتن خالد جد الله عمره ما ينساه. يمكن من الاهداف الحلوه اللي فعلا مش هنساها، كنا بنلعب نادي المريخ في السودان، وكان في اليوم ده كنا بنلعب بالليل هناك، الملعب كان الاضاءه مش قويه قوي يعني. الاضاءه ما كانتش جامده، وكان في هواء، بس الهواء كان ماشي بعرض الملعب مش بالطول يعني، الهواء ماشي كده. فجالنا اوت رمي التماس من ناحيه اليمين بعد نص الملعب كده، حمدي ابو راضي رحت له قام لعبها لي. وقفت كرة كابتن اسامه وعدلت نفسي، هم كانوا بيلعبوا عليها جامد جدا يعني، ما بيخش على الكوره يعني، خش على جسمك، على رجلك، على ركبتك، حاجات كده يعني. فعدلت نفسي وعايز اباصي بقى اي حد هيتحرك الاقيه فاضي هلعب له الكوره، وفي واحد من فريق من فريق المريخ بيقرب عليا. كل ما يقرب ما حدش بيتحرك، فما فيش اسند سنده. قرب شويه قلت لا اشوط بقى، وقمت شايط، حطيت رجلي في الكوره، وبعدين برفع انا من بعد نص الملعب ب6 7 خطوات. يعني مكان صعب يتشاط منه جدا، ومسافه بعيده، بس الهواء انا كنت شاطر قوي في موضوع الهواء ده يعني، اعرف الهواء ماشي ازاي. الهواء كان بالعرض، فانا لما شطت الكوره حتى شطها كده يعني، لو الجون قلنا كده انا شطها كده، هو الهواء خدها كده شويه. انا رفعت راسي لقيت كان عندهم جون حامد بريمه، انا فاكر اسمه، كان جون كويس جدا، كان جون منتخب السودان كمان. لقيت حامد بريمه ده طاير ووقع على الارض، وبعدين قعد يبص على الكوره مش لاقيها، الشبكه على جوه الجون مفيش، راح ورا الجون، قلنا الكوره اوت، انا يعني الاضاءه ما كانتش كويسه يعني. فراح ورا الجون قعد يدور مفيش، رجع لقينا الكوره بقى فين، الحكم راح له لما لقى اتاخر، بيبص ولقوا الكوره متعلقه في المقص من جوه، خبطت في الحديده ولفت وبقت فوق، وقفت فوق، وقفت فوق، قام الحكم مصفر جون. فده انا فاكر كان كابتن محمود الخطيب كان يمكن الماتش دون كان موجود بعد الماتش، قال لي يا خالد الجون ده من احلى الاجوان اللي انا شفتها. كنت اتمنى ان هو يسجل الهدف ده او ان احنا يكون مذاع او حاجه. حتى كان الشطه، انت عارف كابتن شطه لا وكان في الوقت ده بيسجل الماتشات وبتاع، اي حد عايز اي حاجه يرجع لكابتن تلاقيه عند الكابتن شطه. ما لقيتوش برضه عنده، فده كان من الاجوان كانت حلوه. كانت الفتره من بدايه فتره الثمانينات عموما، الجيل بتاعكم ما شاء الله يعني كانت فتره انجازات للنادي الاهلي وانتعاشه، خاصه كمان على المستوى الافريقي، 82 83 84 5، كان النادي الاهلي شبه بيحتكر كل البطولات، كانت من الفترات المهمه جدا للجيل بتاعكم. طبعا كانت فتره مهمه، وكان في الوقت ده يا كابتن اسامه النادي الاهلي احنا كنا النادي الاهلي كان عنده 3 فرق.
يعني كم لعيبة وكم مواهب، كنت في كل مركز فيه 3 لعيبة وما يعني الفوارق الفنية كانت قليلة، ما كانتش بعيدة قوي، فكان أي حد بيلعب الدنيا بتمشي والنتائج بتبقى كويسة. فطبعا في الوقت ده كان فترة ذهبية زي ما أنت فعلا قلت في تاريخ النادي الأهلي في المنافسة والحصول على تقريبا معظم البطولات اللي كنا بنشترك فيها، وكان برضو عدد كبير في منتخب مصر من النادي الأهلي وقتها، هو على مدار التاريخ يعني منتخب مصر 70% منه بتلاقيه من النادي الأهلي يعني حتى لغاية وقتنا هذا يعني. بعد مشوار رائع في الملاعب وإنجازاته وكم من البطولات كبير، كابتن خالد يعني الإصابة بقى، الإصابة اللي جت وقفت المسيرة الكبيرة دي، وكنت مجبر وقتها على الاعتزال عشان كانت في إصابة قوية. فعلا يا كابتن أسامة، يمكن أنا بطلت بسبب إصابة قطع في العضلة الأمامية، ويمكن ده كان من كتر إن أنا كنت بشوط كتير على الجون، ويعني كل لعبي برضو كور طويلة والشوط، وجالي قطع في العضلة الأمامية، ويمكن الطب الرياضي في الوقت ده برضو ما كانش زي دلوقتي، فكانت الإصابة دي يمكن هي كانت السبب الرئيسي إن أنا بطلت. لأن بعد العلاج وبعد كنت بعمل علاج طبيعي وأعمل جلسات وكل حاجة كانت بتقلي كنت بعملها، ولكن برضو ما رجعتش لحالتي. الاعتزال كان سنة كام؟ كان 88 بعد الاعتزال فضلت التدريب. ابتديت ابتديت 89 التدريب على طول يعني، على طول السنة اللي بعدها على طول بعد الاعتزال بالظبط. طيب على مدار من 89 ما شاء الله كابتن خالد قطع مشوار كبير في التدريب، في خلاله عينيك الحلوة اكتشفت مواهب كتير قدمتهم للنادي الأهلي وللكرة المصرية، وكان ليك بصمات على النجوم دول. أبرز اللعيبة اللي كابتن خالد اكتشفها وقدمها للكرة المصرية. والله كابتن أسامة أنت بتفكرني بأيام جميلة واللعيبة دي أكنهم ولادي يعني، هم مش لعيبة، لأن أنا فعلا في الأوقات اللي أنا كنت بشتغل معاهم ارتبطت بيهم ارتباط إنساني بدرجة كبيرة جدا، زائد الارتباط الفني بقى. فطبعا الحمد لله الواحد طلع عدى من تحت إيديه لعيبة من أحسن لعيبة في مصر. يعني انا مش هبتدي بيك انت، خليك انت عشان ما يتقالش انت اسامه يعني صاحب فضل علينا. لا ربنا يخليك يا اسامه، انت من الناس طبعا، انا كل الشرف انت اسامه طبعا، كابتن اسامه حسني من هدافين النادي الاهلي ومنتخب مصر ومن احسن اللعيبه، يمكن كانت اول مشاركتك الدوليه في منتخب الناشئين. الحمد لله انا مع كابتن خالد اخترتك والحمد لله حطيناك على الطريق المظبوط. في بقى بعد كده في احمد بلال، في هاني سعيد، في إبراهيم سعيد، في محمد جودة، في حسن مصطفى، في أحمد السيد، في أمير عبد الحميد، في زياد عبد الكريم، محمد مصطفى. على مستوى المنتخبات بقى أجيال، لأن أنا اشتغلت مع منتخب الناشئين مواليد 82 اللي هو أنت، ومواليد 86 اللي هو بقى شيكابالا وحسام عاشور وأحمد سمير فرج. كل دول طبعا كانوا يعني كابتن خالد بعدد اسماء يعني لعبوا في انديه كبيره ولعبوا في دوري ممتاز ولعبوا طبعاً في منتخبات مصر كلها ناشئين وشباب وبقوا في المنتخب الاول وفي المنتخب الاولمبي، ودي حاجات بتسعدني جدا يعني. انا انت لا تتخيل وانا قاعد شايفك نجم كبير ومستقبلك الحمد لله ربنا يكرمك، ببقى سعيد جدا لان بفتكركم كلكم واحنا في السن وانتم في السن الصغير، وبفتكر الايام الحلوه اللي عشناها مع بعض والتعب اللي انتم تعبتوه. خد بالك، لا يعني انا مش مجهودي، مجهودكم انتم كمان، انتم كنتوا بتتعبوا جامد جدا وكنتوا عايزين تتحطوا على الطريق المظبوط وعايزين تبقوا نجوم وساعدتوني بشكل كبير جدا. فانا كل اسم من اللي انا قلتهم دول، وطبعا فيها هتلاقيني نسيت حد يعني، انا ببقى سعيد جدا لما بلاقيه في حياته ناجح ومبسوط وصحته كويسه، ده بيبقى دي الجايزه اللي انا يعني بصبر نفسي بيها وانا بتفرج عليك. وانا يعني واحد من الناس يعني انا بقول لك شكرا على الفتره اللي انا اشتغلت معاك فيها وبدين لك بالفضل، وحضرتك من الاسماء الكبيره اللي ليك يعني بصمات وليك فضل على ناس كتير خرجتهم للنادي الاهلي او الانديه الاخرى. عايز استرجع بقى معاك فتره حلوه قوي، رجعك للذكريات وفتره الصور بقى، رجعك فتره الصور والمجلات اللي كانت بتكتب عنك، وهنشوفها دلوقتي ونرجعك لذكريات الصور والمعسكرات القديمه. طبعا مجلات وجرايد، وكنا احنا يعني بنستنى الحاجات دي تطلع عشان الواحد ياخدها عشان يحتفظ بيها. يعني يمكن اللي في ايدي دي مجله اخر ساعه، دي سنه 83 نوفمبر 83،
طبعا جايبه صور لينا كتير جدا للكابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى وعلاء ميهوب وانا، وانا هون حتى تحت الصوره كاتبين تعليق جميل جدا: خالد جد الله صانع العاب الفريق تتوقف نتيجه المباراه على مدى تحركه في الملعب. فدي من الحاجات اللي الذكريات اللي الواحد بيشيلها وكل شويه يطلعها يتفرج عليها. يمكن الصوره دي صوره منتخب مصر للشباب اللي انا قلت لك عليها كابتن اسامه. المباراه دي كانت ضد ساحل عاج، منتخب ساحل عاج في ملعب مختار التتش، ويمكن الملعب كان كلنا مين اللي موجود في الصوره دلوقتي؟ اللي موجود طلعت الصيفي، محمود فوزي. طلعت الصيفي ده لعيب النادي المصري، محمود فوزي لاعب نادي الزمالك، المرحوم جمال الجندي طبعا الاهلي، هشام غالي الاهلي، جمال جوده الاهلي، احمد خليل الاولمبي، عادل عبد المنعم الاهلي، علاء المصري من نادي مصري بورسعيد، جمال عبد الله نادي الزمالك، وخالد جد الله طبعا نادي الاهلي. فطبعا دي برده من الذكريات الحلوه. دي مجله النادي الاهلي. يمكن وانا كنت موجود كنائب نائب مدير قطاع الناشئين في النادي، ودي كانت عامله كاتبه كلام كويس قوي وعامله تحقيق كويس جدا عن قطاع الناشئين. يمكن برضو من العناوين: كابتن الخطيب هو مثلي الاعلى ووالدي القدوه الصالحه التي علمتني الحياه. فدي برضو من الحاجات الواحد بيبقى بيحب ان هو يحتفظ بيها على اساس تاريخ ليه وتاريخ لاولاده وكده. وحاجه بتتكلم عن الاولاد، وشايف كمان يعني من ضمن الصور ده عمر، صح؟ عمر ابني. ايوه، ما شاء الله. هو كان صغير، كان صغير. كنا في كنت ماسك مدير فني نادي الاتفاق السعودي للشباب، وكسبنا بطوله المملكه للشباب، وده كان اول مره في تاريخ نادي الاتفاق يكسبوا البطوله دي. وكان عمر الصغير معايا، فتصورنا بالكاس بتاع البطوله. طلع لعيب كوره عمر ولا شغال؟ طلع لعيب كوره ولعب شويه في بتروجيت، وقعد شويه عشان الجامعه ويخلص، وبعدين هو دلوقتي ماشي في سلك التدريب، مدرب ماسك فرقه مواليد 2004 في نادي هليوبولس. ربنا يوفقه ان شاء الله. يا رب. كابتن خالد جد الله لما بيقعد كده يسترجع ذكريات الماضي والشريط الماضي من بداياته، من بدايه ما هو كان ناشئ صغير، ولد صغير بيلعب في شوارع مصر الجديده دلوقتي، مين الشخص اللي كابتن خالد جد الله يقول له شكرا على المسيره دي كلها؟ طبعا الله يرحمه والدي، الله يرحمه، لان هو تعب معايا جدا، ووالدتي الله يرحمها برضو. وكانوا يعني فراقهم كان صعب على الواحد، ولكن هي دي سنه الحياه. فانا اقول لهم طبعا ربنا يرحمكم. وطبعا على مستوى النادي كابتن محمود الجوهري في الاول، نمره اثنين كابتن صالح سليم، مؤخرا كابتن محمود الخطيب. ودي ناس ليها مواقف معايا كبيره جدا ومش هتتنسي، ومواقف يمكن اخص بالذكر الكابتن محمود. يمكن انا قابلته تقريبا من 3 اسابيع. شخصيه مثل لكل واحد على المستوى الرياضي والاخلاقي والسلوكي وكل حاجه. ليه مواقف كتيره جدا معايا انا بشكره عليها جدا. الزوجه والاسره. الزوجة ربنا يديها الصحة. يمكن احنا بقالنا سنة هي تعبت شوية، ولكن الحمد لله احنا بستر ربنا، ربنا يتمشي فيها على خير يا رب العالمين. وعندي بنتي داليا الكبيرة، وعندي عمر ابني. انا بقول لهم ربنا يكرمكم ويسعدكم ويوقف لكم ولاد الحلال، ودايما هم الحمد لله متعلمين كويس جدا. بنتي بتشتغل وعمر ابني بيشتغل، وربنا يخليهم لي. واحنا النهارده كابتن خالد بنقول لك شكرا على مسيرة طويلة، مسيرة مليئة بالإنجازات والبطولات، متعتنا فيها وأسعدتنا فيها كتير بأهدافك وبطولاتك الجميلة اللي دايما بيتذكرها النادي الأهلي. بنقول لك شكرا على مسيرة مليئة بالأخلاق والسلوك الطيب، وكل الناس بتحب الكابتن خالد جد الله. فقبل ما نهدي لك درع قناة الأهلي، لفت نظري هنا ما شاء الله كابتن خالد جد الله برضو يعني أخذ وسام الجمهورية. وساب الرياضة من الطبقة الثانية دي كان بتاع عشان كسبنا بطولة أفريقيا أبطال الدوري سنة 82، ويمكن في نوت الامتياز برضو من الدرجة الثانية عشان 84 أو 85، فدي برضو